السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مركز تجاري جديد، يعتبر يعني كبير، مش أكبر، هو الأكبر في الجزائر، لكن يعتبر كبير، ويقع في مدينة علي منجلي، واسمه ياس سنتر مول ولا ياس شوبينج سنتر. هذا هو، هنا نشاهده في الصورة تاع جوجل هنا، وراهو مش بعيد على الريتاج مول اللي نشاهده هنا. هذا هو الريتاج مول، وهذا المركز التجاري الجديد. إذن وهنا نشوف الصورة تاعو، راه قيد الأشغال. وهذا المركز التجاري يعتبر إضافة جديدة إلى يعني في المدينة تاع علي منجلي، اللي تعتبر كبيرة، يعني مترامية الأطراف، كبرت كتير في السنوات الأخيرة. هذه فيها حوالي 250 ألف نسمة، ربع مليون نسمة يعيشون في المدينة الجديدة تاع علي منجلي. وإذا المركز التجاري تاع ريتاج مول هذا ما عاد يكفي، عاد أصبح كل يوم ضيق. وهنا نشوف الصورة تاع المركز التجاري هذه اللي راه قيد الإنشاء، قيد الإنشاء هنا كذلك يظهر مليح. وهذه المراكز التجارية يعني الجانب الإيجابي تاعها هي توفر يعني ظروف أفضل للزبائن، لأن السلع موجودة وعندك حرية في الاختيار تاع السلع والمقارنة تاع الأسعار، وعندها كذلك بعض المرافق تاع التسلية اللي ترافق المراكز التجارية هذه. شوف هنايا يعني المركز التجاري راه قريب ينتهي الأشغال فيه، ولكن الجانب السلبي من هذه المراكز التجارية الكبيرة واللي عرفته يعني الدول اللي سبقتنا فيها في هذه المراكز التجارية، هو أنه هذه المراكز راهي تقتل التجارة الكوميرس دو بروكسيميتي، تجارة صغيرة نتاع الأحياء، تقتل تموت، لأنه الزبائن يروحوا يشرو هنا في هذه المراكز الكبيرة، والتجار الصغار تقيسهم كثير هذه المراكز، لأنه تنقص لهم يعني الشراء نتاعهم ينقص. لكن فيه يعني تحولات، تجار الصغار هذو يتحولوا إلى تجارة أخرى مربحة لهم. إذن هذا هو الجانب السلبي، لكن في العموم هذه المراكز التجارية جديدة مليحة، مليحة للمفيدة أكثر من ما هي مضرة. وكانت ثاني كل هذه المراكز بأنها تنجز على يعني بمواصفات يعني معمارية جيدة، تعطي منظر إيجابي للمحيط العمراني، فإذن هي تعتبر إضافة عمرانية للمدينة ولا للمكان الموجودة فيه، فهذا أمر إيجابي كذلك. فإحنا نرحب بهذه المراكز التجارية، وأترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.